بسم الله الرحمن الرحيم. هم استعجلوا عليكم شوية، معلش مشكلة، يعني استعجلوا عليكم، لسه في فرصة يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهالينا الكرام بمحافظة بني سويف، الشعب المصري العظيم، أستهل حديثي إليكم اليوم في هذا الجمع العظيم من أبناء صعيدنا الغالي بأن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم بأنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة ووطن قوي. تلك التحية واجبة لكل مصري ومصرية يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية. وأؤكد لكم جميعاً بأن يقيني الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار. تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها، وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ، وستكون منطلق المستقبل بإذن الله بالعزيمة والإرادة. الشعب المصري الكريم، أقول لكم بصدق وبعبارات واضحة أنني أقدر تماماً حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية. كما أؤكد لكم أننا لم نُدخر جهداً لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات، ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة. ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطط التنمية، وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله تكون معدودة. وعلى التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي، إيماناً مني بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته هي إضافة إيجابية للدولة ودلالة على ثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع. ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني، وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره، وقد كانت الحزبة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه. ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات. كما تضاعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري. وأصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة،
حتى يظل الوضع الداخلي مستقرا. شعب مصر العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، يظل المواطن المصري هو بطل رواياتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى. وظل المصريون، كل المصريين في وجداني وضميري، أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم. لذلك فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن هي القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها، ولعل المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة خير دلالة على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجاً هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي. وأحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي. أولاً، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. ثانياً، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق. ثالثاً، رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. رابعاً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن. سادساً، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة. سابعاً، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة أو المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024. احنا بنتكلم على الفوائد، غرامات التأخير وسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة. شعب مصر العظيم، ستظل مصرنا الغالية العزيزة هي نقطة التلاقي التي تجمع قلوب المصريين في حبها، وسأعيدهم لبنائها وأحلامهم لقوتها وعزتها. وستبقى إرادة المصريين هي سر قوتنا ووحدتنا، هي ضامن بقائنا. ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا وآمالنا في وطن يليق بعراقته وجهود حاضرنا
وإشرافه وإشراقة مستقبلنا، وستبقى مصر بإذن الله. هي مبتدأ الأمر وستبقى مصر بإذن الله، هي مبتدأ الأمر وخبره، وبنا جميعا إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا بس يعني هي الكلمة كده خلصت يعني، لكن أنا عايز أقول للمصريين كلمة مهمة قوي ليكم جميعا. يعني لا شك إن الظروف زي ما قلت في الكلمة بتاعتي إن الظروف صعبة، صحيح، بس خلي بالكم يعني مش خلي بالكم يعني انتبهوا على حاجة، لا أقصد خلي بالكم إن إحنا كلنا نفكر إن إحنا بقالنا دلوقتي أربع سنين في ظروف صعبة جدا. سنتين منهم الدنيا كلها في العالم كله كان عشان موضوع الكوفيد كورونا اللي حصل ده، وسلاسل الإمداد اتغيرت أو اتأثرت تأثر كبير، والعالم كله توقف والاقتصاد كله توقف، لكن احنا ما توقفناش واستمرنا في عملنا، عشان احنا ورانا برنامج ومشروع كبير قوي وحلم كبير قوي شغالين فيه. وعدوا السنتين وكنا بنأمل ان احنا بعد كده تبقى الامور احسن، ولكن جت ازمة تانية كبيرة وكان ليها تأثير كبير. وانا هفكركم ان احنا يعني حاولنا بظروفنا اللي احنا الاقتصادية الصعبة دي، اللي انا بقول فيها لكم ان افتكروا كويس ان احنا لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادي في 2016 كنا بنقول ان دي هتنطلق بينا بنجاحنا فيها ان شاء الله لآفاق افضل، وده اللي تحقق بالفعل. لو تفتكروا ان احنا كان معدلات النمو للناتج المحلي، معدلات النمو كانت متقدمة جدا، وصلت لخمسة وستة من عشرة وخمسة وثمانية من عشرة، وكنا بنأمل في اكتر من كده. الحقيقة زي ما قلت الأزمتين دول، واللي منهم أزمة ما زالت يعني مستمرة حتى الآن، بس عايز أقول لكم حاجة. إحنا بنتكلم في كل سنة في تقريبا يعني مش عايز أقول أرقام، بس يمكن يكون رقم يكون يخلينا ننتبه قد إيه الأزمة اللي موجودة دي برة ليها تأثير علينا. إحنا بنستورد كميات كبيرة من القمح والذرة، ويمكن أنتوا شايفين ده كان ليه تأثير لارتفاع أسعارهم وزيت الطعام خلال الفترة ديت، تأثير كبير. احنا حاولنا بقدر الإمكان كدولة ان الأسعار دي ما تنعكسش جامد قوي او بقوة على الناس وتمثل الثمن الحقيقي بتاعها. انا بتكلم في 10 مليون طن قمح، لو الطن الواحد زاد 100 دولار، احنا بنتكلم في ارقام كبيرة قوي المفروض ان احنا نجيب بيها عشان يبقى رغيف الخبز ده موجود. أنا بقول الكلام ده لكم ليه؟ لأن طبعاً لما بقول إن أنا منكم وحاسس بيكم، هو كلام مش كلام لطيف مني بقوله للناس في مصر عشان أطمنهم إن أنا معاهم، لا. ما تنسوش إن أنا يعني إنسان مصري بسيط، عشت عمري كله إنسان زيكم كده، بس ربنا أراد إن أنا بكون موجود في المكان ده، هو ربنا اللي أراد بس. وبالتالي أنا مش بعيد عنكم يعني. يعني عايز اقول لكم مش بعيد خالص عن الحال بتاع الناس. ربنا يبارك فيكم، بس خليني اقول الكلمتين دول لان انا مش بقولهم لكم انتوا بس. وبالمناسبه انا خلوني بس ارجع اقول ايه، يعني انا لما بقول انا حاسس ومنتبه، طب انتوا فاكرين ان انا لو في فرصه أكتر من كده، والله لو في فرصة أكتر من كده ما هنتأخر أبدا، ما حدش بيجيب حاجة من جيبه، ما حدش أيوة والله ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. لكن أقصد أقول هي في النهاية
بمحاولة مننا إن احنا نخفف ما أمكن عن ده، عن التحدي والصعوبات اللي بيعيش فيها الناس كلهم. موقف المصريين مقدر قوي والله. يعني أنا بقول لكم إن تحملكم ده في جبر خاطر كبير قوي ليا أنا شخصيا، في جبر خاطر كبير جدا، وأنا بقولش كلام يعني. أنا عارف إن الظروف صعبة، عارف يعني، وعارف إن الناس تبقى مستحملة وساكتة ده كتير، بس اللي أنا عايز أطمنكم عليه إن إحنا مش سايبين حاجة نقدر نعملها وما بنعملهاش. ويعني لما بقول الكلام دوت مش هقول الإعلام يقول أو ما يقولش، لكن عايز أقول لكم إن إحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان ندخل كميات من الأراضي الزراعية في أقرب فرصة ممكنة. إحنا بنتكلم في 3-4 مليون فدان خلال سنتين ثلاثة. إحنا بدأنا البرنامج ده من حوالي 3 سنين، غير طبعاً برنامج الريف المصري اللي كان تقريباً 1.5 مليون فدان، لكن إحنا ما سكتناش على كده، واشتغلنا أيضاً عشان ندخل أو يبقى في أراضي زراعية أخرى تساهم مساهمة كبيرة في حاجتين: إنها توفر فرص عمل للناس، لشبابنا. ولما بنتكلم على 3 مليون فدان إحنا بنقول لو كل فدان هياخد يعني نص فرد، يعني كل فدانين بإنسان على مدار العام، إحنا بنتكلم كده في 1.5 مليون إنسان شاب. يعني الهدف من ده توفير فرص عمل، هدف أولاني، ثم إن إحنا يبقى فيه إنتاج من هذه الأراضي يخفف من فاتورة الاستيراد اللي إحنا بنجيبها. إحنا بالمناسبة إحنا بنجيب الحاجة بنستوردها بالدولار، بنستوردها بالدولار، لكن بنبيعها للناس بالجنيه طبعا، لكن مطلوب ان الدوله توفر الدولار وتجيب الحاجه ديت. الكلام ده مش بس بينطبق على المواد الغذائيه، لا، على اي مستلزمات احنا بنجيبها بتبقى مطلوب انها تتجاب بالعمله الحره. نقطه كمان مهمه تعرفوها، ان كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا كبيرة جدا، تكلفته علينا بالمليارات سنويا. ناس كتير قالت يعني انتوا موضوع الكهرباء، وانا بكلمكم بمنتهى الصراحة انا مش متعود اخبي عليكم حاجة. هو احنا عندنا محطات كهرباء تقدر تطلع كمية الكهرباء اللي احنا عايزينها وزيادة؟ اه طبعا، بزيادة قوي كمان. طب ما ايه الحكاية؟ احنا عاملين موازنة على ان احنا نقدر نوفر الغاز والبترول على رقم معين، يعني كانت الموازنة 65، مش كده يا دكتور؟ 65 دولار للبرميل. طب لما يبقى 70؟ طب لما يبقى 75؟ طب لما يبقى 80؟ طب دلوقتي لو 90؟ الأزمة اللي احنا بنتكلم عليها مش بنقول انها أزمة ومليها تأثير كده، لا، بنقول ان هي ليها انعكاس على أسعار كتير احنا من الحاجات اللي احنا بنجيبها. حد يقول لي طب ما احنا يعني بننتج غاز، ده من فضل ربنا ان احنا بننتج غاز. ده لو ما كانش عندنا انتاج غاز احنا كانت المشكله هتبقى كبيره قوي، وانا بكلمكم بكل صراحه. وبرضه هقول لكم تاني، طب انا لما اكون عامل موازنه على ان سعر برميل البترول يبقى 65 دولار، 70 دولار، حتى 80، طب لما يبقى 90؟ فانا بضطر ان انا، طب هل النهارده حسيته بفضل الله سبحانه وتعالى ان مثلا حجم العربيات اللي موجود في مصر، احنا بنتكلم في 10 مليون عربية، مطلوب ان حضرتك او حضرتك تخش محطة الوقود تجد طلبك،
بنزين أو غاز أو سولار، تلاقي ده. إحنا بنتكلم في دولة فيها 105 مليون، 105 مليون، وزي ما قلت في ضيوف 9 مليون. يا ترى إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى مستوعبينهم في مصر؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. طب إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى سترها علينا؟ أنا على المستوى الشخصي حاسس إن ربنا سترها علينا، فأرجو إن أنتوا تقبلوا يعني شرحي ده وحجتي دي في إن الظروف صعبة، وبشكركم جدا على يعني الصبر والتحمل، ونقول يا رب ان هو يعيننا كلنا ان شاء طبعا معانا بفضل الله. احنا ما بنعملش حاجه وحشه. احنا كمصر في سياستها وتعاملها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم انا عايز اقول لكم على كل حال يعني ده بيخلينا مطمئنين ان احنا ما بنأذيش حد، بنحاول نكون عامل خير وايجابي في كل تعاملاتنا. لما يبقى في مشكله بنحاول نحلها بهدوء وبصبر وبطولة البال. ف شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. السلام عليكم.